مشاهدينا منتابع نحن وياكم حلقتنا، بذكركم بالسوشيال ميديا حتى تابعونا كمان صباح لبنان على تويتر، انستغرام، صباح لبنان على فيسبوك. فيكم دائما تعملوا لايك للبيجز تبعنا وتكونوا ابديتد بكل تفاصيل البرنامج. لكل الاشخاص اللي مش قادرين يتابعوا الهواء عبر تلفزيون لبنان، اذا معكم الموبايل او الايباد فيكم تتابعونا عبر اليوتيوب شانل المخصصه للايف ستريمينج، وهي صباح لبنان لايف ستريمينج، او اكيد عبر الويب سايت www.telelibon.com.lb. مثل كل نهار ثلاثة أنا محطة سياحية لحتى نتعرف على لبنان من الداخل، لحتى يكون عنا أفكار ونشاطات نقدر نشارك فيها إذا حجزنا فرصنا بلبنان، أو حتى إذا نحن ما عبالنا نسافر للخارج في كتير أشياء فينا نعملها بلبنان. هالمرة أنا وياكم رح نطلع على غلبون. برنامج المشي على دروب غلبون هو برنامج مخصص لإعادة العلاقة بين الطبيعة والإنسان، لإعادة العلاقة بين العادات الحلوة، بين الريف الحلو، بين الطبيعة الرايقة والسكوت بعيد عن ضجيج المدينة والعمل واليوميات اللي ممكن نعيشهم، إضافة للنشاطات الصيفية، للمهرجانات، ليوميات غلبون يلي كمان سبق وحكينا عنهم بالبرنامج. هالمرة كمان رح نحكي عن نشاط من نوع آخر، هايكينج. مين منا ما بحب النشاطات وخاصة بطبيعة حلوة؟ رح نحكي عنه ورح نتعرف أكثر على منطقة غلبون اليوم بهاللقاء. بصير نستضيف معي بالاستوديو رئيسة مهرجانات غلبون والمستشارة الإعلامية ببلدية غلبون ندى عاد. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ شو الأخبار؟ منيحة. أهلا وسهلا فيك. ندى معنا، ندى مش أول مرة بتكوني معنا لحتى تحكي عن غلبون. المهرجانات كانت أكثر من روعة وقت حكينا عنهم ببرنامجنا، واليوم أنت معنا لحتى نحكي أكثر عن غلبون، لحتى نحكي أكثر عن نشاطات كمان. بداية من الناحية السياحية، يعني اليوم بعرف قديش في بيوت ضيافة عم بتم العمل والسير بطريقة سريعة لحتى يتم العمل عليها لتستقطب كل الناس وتستضيفهم أيضا. خبريني شوي عن هالدروب يلي هي مخصصة هالبيوت لها. رح نبدأ بالدروب، درب غلبون، خبريني عنها. أول شيء بدنا نبلش أنه نحن بغلبون عم بتكون عنا النشاطات، هي مش بس موسمية، هي بتغطي الأربع فصول، من خلال أنه غلبون موقعها مساعدنا أنه هي بوسط قضاء جبال ومناخها معتدل صيفا شتاء، سو العطول في عالم موجودين فيها. من إطار نحن هلأ النشاط اللي عنا إياه والحابين نضوي عليه، هو بمناسبة عيد الاستقلال عنا المشي على دروب غلبون مع لجنة سباق القمم يلي أكيد بقيادة لجنة سباق القمم مع القائد المغوار الجنرال شامل روكوز. هيدا النشاط الأول من نوعه أكيد رح يصير عنا بغلبون، وهيدا شيء أكيد بضيف لغلبون. نحن نشاطات الهايكينج منا أول مرة بتصير بغلبون، بس أكيد أول مرة برعاية وحضور العميد شامل روكوز. غلبون عم تتطور أكيد، وبإطار بروجرام التطوير لهالقرية عم بيكون في عدة نشاطات. نعم، إذا بدنا نحكي شوي قبل عن الدروب، كيف تم التأهيل يعني والصيانة لألا والعمل على مساراتها كمان، وخاصة أنه كان في كمان تعاون قبل مع جبيل، مع المناطق المجاورة أيضا، يعني كيف تم تأهيل هذه الدروب لتصير اليوم دروب مؤهلة وبتستقطب سواح وكل الأشخاص اللي بحبوا الطبيعة؟ صحيح، نحن بالحقيقة بلشت البلدية بهيدا النشاط، وحبت بلدية غلبون تجهز من خلال أن يصير في عنا دورات تسقيفية يلي هي بتقرب الإنسان للطبيعة مثل ما حضرتك تفضلت وخبرت، وكمان من خلال أنه نشجع الرياضة ومن خلال كمان تشجيع السياحة الريفية والسياحة البيئية. بلشت البلدية بهالنشاط مع مجموعة من شباب القرية اللي هن يعتبروا متطوعين، وعنا صار بروفيشنال عالم يلي عم يقدروا يجهزوا هالمسارات، وعنا مهندسين زراعيين كمان بيشاركونا بهيدا النشاط مشان يعرفونا أكثر على طبيعة غلبون وعلى طبيعة دروب غلبون. بلشنا مع فريق عمل متخصص عم نجهز مسارات معينة يلي هي كانت بعدة ليفلز، بعدة مستويات. عنا مستوى البيجنرز وانترميديت، وهلأ صار عنا اكسبرتس. أما بالنسبة لهيدا النشاط يلي رح يصير عنا نهار الأحد 20 الشهر بمناسبة عيد الاستقلال، كمان عنا الأكيب تبع سباق القمم، لجنة سباق القمم
مشارك معنا وعم بيجهزنا لانه رح يكون المسار تقريبا 16 كيلومتر. وهيدا الشيء اكيد نحن على قد المسؤوليه رح نكون، لانه هيدا نشاط كثير كبير يعتبر، ورح يستقطب تقريبا 600 700 شخص يلي هو اكثر يمكن من عدد سكان غلبون. بقى جهزناها على كل المسار ال 16 كيلومتر. رح ننطلق من سيده الحوش يلي هي اعلى نقطه بغلبون تقريبا على علو 500 متر، بنرجع بننزل على 400 متر، بنفوت بضيعة تانية إذا بدك كمان على معاد، بنرجع بنطلع على غلبون بتكون هي نقطة الانتهاء. على طول المسارات وعلى طول التراكينج رح يكون في عنا بيت ستوبس للبريك، في عنا مي، عنا الصليب الأحمر، إكيبات الإسعافات الأولية مرافقة، لأنه العالم تنأمن السلامة أول شيء، السلامة العامة لكل صحيح. الموجودين صحيح. يعني وأنا بعرف قدي كمان العمل على بيوت الضيافة عم بيتم بطريقة سريعة حتى نهار الأحد للأشخاص خاصة اللي بحبوا يقضوا الويكند 100% ويختموه بهيدا السباق. خبرينا شوي عن بيوت الضيافة، شو رح يقدموا، شو الخصائص، وخاصة انه كمان رح نحكي عن البلدية انه عم تفتح مجالات عمل لأهالي الضيعة بين مزبوط. السيدات وشباب لحتى يكونوا جايدز. خلينا نحكي أول شيء عن بيوت الضيافة بنرجع بنحكي عن صراحة من وقت ما البلدية بلشت نشاطها، البلدية السابقة اللي هي كانت أول بلدية مع الأستاذ إلي جبرايل وهلا مكمل بتاني تيرن، صراحة كان هدفه الأساسي هو تطوير غلبون كقرية ويخليها تصير ايكو فريندلي، يعني قرية نموذجية. وصارت معروفة غلبون بالقضاء انه هي اتس جرين فيليج. من سعي الرئيس البلدية واكيد البلدية كلها بكل اعضاء اللجنة كلها كان عنده هالفيزيون، بلشنا واسسنا سوا لجنة المهرجانات غلبون لنخلق السياحة بغلبون ويخلي العالم تطلع. بعدين بلشنا عم نحط هالخطة المتكاملة المتجانسة اذا بدك، مشان نقدر كمان نقدر نستقطب هالعالم اللي عم تجي من بيروت او حتى مغتربين او حتى اهالي غلبون يلي ما عندهم بيت بغلبون. وطلعت فكره انه يكون عندنا ميزون دوت او بيوت ضيافه نقدر نستقبل فيها، غير انه عندنا كمان نحن اوتيل بغلبون اكيد عم يرجع يتجهز ونعمل له اكيبمون من اول وجديد. حتى بيوت الضيافه عم تكون فيري ويل اكويب من خلال تكنولوجيا، من خلال الاشياء هلا المراعيه للبيئه وايكو فريندلي. وبحب كمان نوه بهيدي الفكره انه نحن غلبون هي جرين فيليج، وبنعمل فرز نفايات من اول ما بلشت البلديه من 6 سنين. مش مشينا على بروجرام انه فرز النفايات وعندنا مستوعبات، وبنشجع وبنعمل دورات تسقيفيه لهذا الموضوع مشان تكون البيئه نظيفه وضيعتنا نموذجيه. يعني اكيد يعني غلبون برغم من صغر خلينا نقول مساحتها ولكن مفعولها عم بيكون كبير من خلال عمل البلدية وعمل أيضا أهالي. نحن صراحة البلدية هي بهمها كثير تفعيل المجتمع المدني بالضيعة، وحضرتك ذكرت كمان انه عم نخلق فرص عمل، هيدا مزبوط من خلال لانه هالنشاطات اللي عم نعملها عم بتخلي العالم تكون موجودة فوق، ان كان تحضير للميزون دوت، فرص عمل للعالم اللي موجودة فوق تكون موجودة، الجيد توريستيك، تجهيز الاراضي، عندنا حتى عم بيصير في عم نخلق جو الفة، لانه حتى نحن كل احد بنعمل هايكينج وبنعمل كل نشاط من بعده بيصير في تجمع بساحة الكنيسة، بيكون في ترويقة سوا، نسوان البلدة بتحضر الأكل، يعني بيخلق جو ألفة وجو تعارف من العالم الغريبة، وبتحس أنه بضيافة أهل غلبون. بحب كمان خبر شغله كمان بغلبون، عم ينخلق عنا كمان هلا الزراعات عضويه، يعني عم نشجع الاورجانيك، وعنا صار انتاجات محليه، وعنا هلا كمان بساتين كرم عم تمتد على مساحات كبيره كمان، وعنا صار دومين للنبيز، ورح يكون هيدي السنه كمان عنا القطاف، سنه القطاف، يعني هي اول مره رح يكون في عنا بيجوا الاكسبرتس من فرنسا كمان لحتى يكونوا عم يفحصوا العنب الكرم الاسود والكرم الابيض، العنب الابيض كمان لحتى عم تشتغل على اذا بدك صرنا على صعيد بروفيسيونيل. الحلو انه هي الواينري رح يكون عندنا اول انتاج هيدي السنه لدومين سان جابرييل، وهي موجوده الكرم محطوط البساتين كلها على تل كثير مميزه من غلبون، يعني عم بتنشاف وبيقدروا يشوفوها من عده قرى. وحتى يعني العالم صار في عندنا اكثر من نشاط تقدر تعمله، من تزوق نبيذ، من انتاج، صار فينا نشتري المنتوج الاورجانيك، عندنا انتاج عسل طبيعي،
زراعي، عنا انتاج دبس، عنا انتاج زيت وزيتون اكيد مشهوره لان كنا نعمل يوم الزيتون على طول المرحله من صحيح. من مهرجاناتنا. يعني اذا بدك خطه متكامله متجانسه، ان كان مجلس بلدي على راسهم رئيس البلديه الاستاذ الي، وان كان لجنه المهرجانات اكيد بنشاطها يلي منه مختصرين او منحصر بس بموسم الصيف او بويك اند صيفي، عم بيكون على مدار السنه، وهلا عندنا نشاطات جديده اكيد صحيح. يعني هلا ادمين على النشاط، يعني هذا ابرز نشاط نهار الاحد ان الله راد رح يكون لعيد الاستقلال ب 20 تشرين الثاني، اكيد في تحضيرات لكريسماس لقدام شوي. اكيد اكيد هلا عندنا اكيد يعني صار عندنا مثل محطات ثابته برزنامه مهرجانات غلبون او برزنامه البلديه، لانه نحن على طول على تنسيق كامل. حبينا كثير نضوي خصوصا هلا بالعهد الجديد نكون عم نبلش ونعيد سوا بالاستقلال اكيد، مع ونوجه تحيه للجيش، ووجه تحيه كمان للعميد شامل روكوز يلي اكيد رح يضيف لغلبون وهالبريء السبيسيال، خصوصا عندنا كثير نحن المتطوعين بالجيش اللبناني واكيد طبعا. حبنا للوطن وهالنشاط بدي ادعي الكل اول شيء. كيف فيهم يشاركوا فيه؟ اول شيء الدعوه مجانيه يعني الكل فيه، بس انا بدي شجع الكل انه بليز يتسجلوا لنقدر نحن لوجستيا نكون جاهزين لاستقطاب هالقد العدد. دجا صار عندنا تقريبا 600 مشارك، واكيد عندنا كلمه رح تكون للعميد شامل روكوز، رح يوجه يعني رح يقول كلمه لكل الحضور، واكيد عندنا كلمه للرئيس البلديه الاستاذ الي جبرايل. بعدين رح نتشارك سوا، رح يكون عندنا ثلاث محطات بهيدا التراك لانه الكل اكيد رح يكون محمس انه يشارك، بس يمكن في محلات رح تكون اكثر صعبه او مستوى اعلى لازم يكون متمرنين زياده. عندنا اكيد فريق طبي مشارك، خصوصا صار عندنا كمان سياره اسعاف بغلبون ومستوصف كمان سعينا لهم وعم نشتغل انه تكون غلبون قريه نموذجيه من كل النواحي، مش بس انه نشجع السياحه الريفيه والبيئيه، بل انه يكون عندنا صار الاكيبات جاهزه ونقدر نغطي كل مشاريعنا. صحيح ندى، لكل الاشخاص اللي ما بيعرفوا يعني اذا بدنا نوصل على غلبون، يعني ما بدي تفاصيل بس تقريبيا من وين بنطلع على اوكي ضيعة. غلبون هي بقضاء جبال بنطلع لها من عمشيت. هلا الشيء المنيح انه صار عندنا طريق مسهله، اوتوستراد واسع، فيها نطلع من قريه عمشيت او من الاوتوستراد الجديد لعمشيت، بتقطع بغرفين شامات توصل على غلبون. اول شيء الطرقات مسهله وموجود ساينجز على كل الطريق، ما كثير بعيده يعني بتبعد بتخيل عن الهاي واي تقريبا بتبعد 15 دقيقه 15 دقيقه ماكسيموم. على طول الطريق في بوسترز حاطين اصلا لهيدا الايفنت اللي عاملينه، وموجود ساينجز ومحطوط يعني كل شيء مبين وواضح. بدي احكي شوي عن برنامج نهار الاحد، يعني الناس اللي بدهم يطلعوا يتسجلوا لازم يكون معهم اكويبمنت معينين، لازم يكون معهم يعني يمكن اغراضهم، اي ساعه الانطلاق، لاي ساعه بيستمر النشاط، هيك تفاصيل. نحن التجمع رح يكون تقريبا على 7:30 الصبح لانه لازم على الساعه 8 ننطلق، لانه قد ما فينا ننطلق قبل ما تكون طلعت الشمس يعني وصارت قويه. عتمان الانطلاق من سيدة الحوش يلي هي أعلى تلة بغلبون، يكونوا مجهزين. نحن المسارات رح تكون سهلة، ومن صارلنا شهر عم نشتغل نحن والأكيب تبع لجنة سباق القمم عم بيجهزولنا المسارات لتكون فريندلي ويقدروا العالم يمشوا بي. هلأ أكيد لازم يكونوا لابسين شوز سبيسيال للهايكينج، بفضل ما يلبسوا شورتات، بفضل يلبسوا بنطلونات لأنه نمشي في محلات في أشجار في شوك في كذا، يعني احسن من شان ما يشربوا. حتى يمكن الطقس كمان بلش يغير شوي، يعني من المفترض اكيد يكونوا لابسين تي شيرت وفيست صغيره تكون خفيفه. هلا اذا عبالهم يكون معهم قنينه مي، يكون معهم عصا، يعني منه شيء اوبليغاتوار او شيء اجباري، بس انه هيدي بتكون من العده، نحن ما بدنا اياها نصعبها على العالم. وبحب كمان اكيد اكد انه الاشتراك مجاني، ما في شيء يعني ما في دفع، بس برجع بشدد نحن هلا كمان في عندنا صور، في ارقام فيهم يشيكوا على الفيسبوك، عندنا صفحات فيسبوك، عندنا صفحه البلديه، عندنا ويب سايت لبلديه غلبون محطوط الارقام للحجز والاشتراك. بيرفكت، يعني التفاصيل كلها واضحه والبلديه عم تشتغل على نطاق انه يكون كل شيء هالقد كلير لكل العالم، يعني هالقد السياحه بغلبون بتستحق انه نطلع
لفوق، هالقد نشاطات عم بتكون جاذب ايضا، وهالقد عم بيكون في اهتمام على كريسمس. في تحضيرات لكريسمس؟ لكريسمس اكيد نحن عندنا كل سنه كريسمس كارولز، وبيكون عندنا حفله بالبلديه مع توزيع هدايا، واكيد رح يكون عندنا سيربريز مش عم خبر عنها هلا. عندنا سيربريز لاطفال وابناء غلبون اكيد. نشاطات نحن اللي بنعملها ما بنعتبرها انه هي محصوره لابناء غلبون، نحن على طول بنعمل نشاطات بتكون لكل المنطقه والضياع اللي المجاوره، لانه بالنهايه كلنا عم نكون قرايب وفرد اكيد فرد عائلي 100%. بتكون لكل الضياع المجاوره، ونحن بنطلب الكل يشاركوا معنا بكل نشاطاتنا، وخصوصا بهيدا الهايكنج اللي عندنا اياه. بدي ادعي ابناء غلبون اولا وابناء المنطقه على الصعيد الاوسع انه يشاركوا معنا اول شيء من كل النواحي، ان كانت الرياضيه ان كانت الصحيه، وخصوصا هلا مع الاوضاع اذا بدك الضجيج اللي بنعيش فيه وهالحياه الصاخبه اللي بنعيشها والاوضاع الاقتصاديه والامنيه وكله، ما في احلى من نهرب. انه نهرب على الطبيعه، وخصوصا على طبيعه غلبونيا اللي هي بعدها كثير فيرجن اذا بدك، بعدها خام. صحيح. الواحد بيروح بيصفي ذهنه بيروق اعصابه، بتكون يعني صفاء الذهن رياضه روحيه على هيك، الواحد بيرجع بيشرج وبينزل التنين على بيشرج اكسجين اكيد وهواء نقي وصافي طبيعي. اكيد رح نبسط. يعطيكم الف عافيه، وكمان مشكور العميد شامي روكوز على رعايته وحضوره نهار الاحد بهالسباق بهالنهار الحلو. كمان بندعي كل الاشخاص فاذا يتسجلوا، هيدا اهم شغله لوجستيا لحتى يكونوا جاهزين لاستقبالكم بالطريقه يلي هن بحبوا انه يستقبلوكم فيها بغلبون. ندى عاد شكرا لوجودك معي اليوم، ويعطيكم الف عافيه، دائما مكملكم بكل النشاطات. اهلا وسهلا فيك. نحن بنتمنى كمان حضوركم معنا، اكيد كمان هيك بتنتقلوا بتشوفوا غلبون من غير وجه، على طول بنخبر عنا سياحه وبيئه وهيك. بقى بتمنى انه حضرتكم كمان تكونوا معنا تشاركونا، وبدي اتوجه بالشكر كمان اكيد لاستاذ الي جبرايل لانه عم بخليني على طول يكون عندنا فرص ونشاطات. نعم. اكيد رئيس البلديه، وبدنا نتوجه بالشكر اكيد للجنه سباق القمم لانه عم بتشاركنا وتواكبنا انه نقدر نخلي هالايفنت ناجح. وبدي اتشكر اكيد شكر خاص لعميد شامل روكوز وعائلته يلي رح يشاركوا معنا، ولانه خصوا غلبون بهالايفنت السبيسيال. ثانك يو، ميرسي كثير لكم. اهلا وسهلا فيك، شرفتي. يا هلا. ثانك يو. مشاهدينا بريك صغير بيفصلنا عن متابعة صباح لبنان. بعد الفاصل أندري سويد فيولونيست اكسبشنال واستثنائي بينضم لإلي لحتى نحكي عن شغفه بالموسيقى وعزفه. بريك وصباح لبنان بيتابع نو زابينج، خليكم معنا.